كما تبعتوا جميع اليوم تمت عملية توزيع اللباس المحب وقدمنا الكلمة التأطيرية اللي غادي تكون هي خريطة الطريق ديال وفد الإعلام الرسمي اللي غادي توجه إلى كوت ديفوار. فالعملية تمت الحمد لله بنجاح ولو أن لقينا شوية ديال الصعوبات. عدد ديال الطلبات كان كثير ولكن العدد المحدود كان ما تيتجاوش 140 صحفي. الحمد لله العملية الأولى تيسرت في انتظار إن شاء الله الرحلة يوم الاثنين القادم. فاحنا الحمد لله وفرنا جميع الشروط لإنجاح هذه المهمة من سكن ومن مطاعم ومن لباس موحد. تتبقى المسؤولية الآن على عاتقنا والتحدي الأكبر والكبير هو أننا ننجحوا هذه المهمة ونكونوا احنا في مستوى الحدث ومستوى الثقة اللي وضعوها فينا المسؤولين ديال البلاد على رأسهم رئيس الجامعة الملك المغربي لكرة القدم سي فوزي القجع والوزارة الوصية سي مهدي بن سعيد. وخاصنا نكونوا فعلا سفراء لبلادنا ونقدموا الصورة المشرقة والصورة اللي تستحقها مملكتنا واللي تيرسخها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. وهذه مسؤوليتنا جميعا وتنظن على أننا قادين ننجحوا هذه المهمة وهذه المهمة ماشي سهلة ولكن في نفس الوقت ماشي مستحيلة. فغادي نعكسوا إن شاء الله الصورة الإيجابية اللي خصها تتمتع بها والقيمة والاحترام تتمتع بها المملكة المغربية.